قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك أن تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله عز وجل يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء. هذا يكتب كتب على سنة هذا يشرح أن اللي يقدس الله عز وجل تمشي عنده، مش حتى مع واحد زاني وفاسق وفاجر رابعه هو، لا ترابع واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس له رأس ولا ليس له عين لأنك صاحب هوى. هذا كله من ماذا؟ من أشياء الطامات التي أنا ما تكلم الموضوع هذا، لكن تكلمت لما خرج ناس من هذه الولاية ومن غيرها يوزعوا هذه الأشياء في المساجد وفي البيوت، وزعوه البيوت، نعم وزعوه البيوت، وزعوه مساجد، وزعوه في أماكن، يأتي نساء ونساء الدور يوزع الكلام إن الله في عيون، إن الله في عين، إن الله في سطر، كيف شرط ما يعرفه؟ لا. حتى رأيت عن بعض العلماء من معاصرين توفي الآن في أحد كتبه ما هو عليه سئل يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك، إيش معناها؟ قال ضحكا يليق بجلاله. كيف يليق بجلاله؟ كيف يليق بجلاله؟ كيف يعني نفتح ما إيش؟ يعني نفتح ما يعني؟ قل هذه علامة على ماذا؟ على القبول. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلب ابن آدم بين أصبعين أصابع الرحمن، يعني الرحمن له أصبعين قال فيها قلب ابن آدم، والمقصود بها بأن تقلب الإنسان أصلا سريع شديد كما يقلب الإنسان إيش نفسه بهذه الصورة. ما المقصود أن الله في إيش في صبعات؟ حتى رأيت بعضهم يقول إن الله عز وجل في سؤال آخر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يفسر كيف إن الله يعني طيب، يعني كيف طيب؟ قال نعم. كيف؟ قال إن الله يشم. قال كيف يشم؟ قال شم يليق بجلاله، يشم يليق بجلاله، يشير خصم يشير الكلام، نعم موجود الكلام ويطبع الكتب موجودة، ومع هذا كله ينادى على أن الشخص الذي ينزه الله عز وجل ويقول أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى بأن هؤلاء هم أصحاب البدعة والضلال وأن لهم خوارج هم على رأسهم من العبادية هم الله اللي تم تروح إلى السعودية وتروح أماكن من هذا يقولك احذر من هؤلاء البعضية لأنهم يقولون أن الله أنهم لا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له وجه وله يد ولا لا. كيف؟ قال لا الله له وجه. كيف وجه؟ قال وجه يليق بجلاله. كيف؟ لا قدم تليق بجلاله.